السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معاكم عمر الطاهر من سبيجلش. دي الحلقة رقم 4 من كورس البرنانسيشن أو كورس النطق، ودي بنتعلم فيها النطق الأمريكان، وده هيفيدنا جدا لما نيجي نتكلم عشان الناس تقدر تفهمنا بسهولة ومتحسش إن هي مش فاهمة أوي الكلام اللي إحنا بنقوله، برضه عشان لما نيجي نسمع حد بيتكلم إنجلش نقدر نفهمه بسهولة. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي ننطق حرف اليو. طيب الفيديو ده كالعادة هيبقى متقسم لأربع أجزاء، أول جزء بنسمع النطق الغلط، تاني جزء بنسمع النطق الصح، بعد كده بنعرف القاعدة بتاعتنا، بعد كده بنبدأ نشوف أمثلة عشان نطبق على الكلام اللي احنا عرفناه. تنويه بسيط بس، القاعدة بتاعت النهاردة دي هي خاصة بالأمريكان أكسنت بس، يعني هي لأ في البريتش لو قلتها بنفس الطريقة دي هتبقى صح مفيش أي مشكلة، بس دي خاصة في الأمريكان أكتر. وبالمناسبة هي دي الأكسنت اللي هتلاقيها في أغلبية الأفلام أو أغلبية الفيديوهات اللي أنت بتتفرج عليها، فهتساعدك جامد جدا. يلا بينا نبدأ مع أول خطوة وهو النطق الغلط. stupid 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 student 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 youtube 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 tuesday tuesday tuesday. طيب ده كان النطق الغلط، تعالوا نعرف النطق الصح. stupid 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 student 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 youtube 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 tuesday 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 Tuesday. طيب تالت حاجة معانا اللي هي القاعدة، وقاعدة سهلة وبسيطة جدا. حرف اليو في الامريكان اكسنت مش بنقوله زي ما بنقوله كده اللي هو stupid اللي هو student، لا احنا بنقوله double o double o double o. ازاي؟ انا مش بقول stupid، لا بقول stupid 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 stupid، فانا بنطق هنا اليو double o، بنطق اليو double o، بقول stupid 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 student student student. اليو اخدتها دبل او student student student. نفس الموضوع برضو في يوتيوب، يوتيوب مش بنقول يوتيوب 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 يوتيوب، نفس الفكرة اليو باخدها بس دبل او. كلمة اللي هي برضو tuesday مش بقولها tues، لا بقول tuesday 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 Tuesday. دي كده القاعدة ببساطة، تعالوا بقى نشوف بعض الأمثلة أكتر على كلمات وجمل. costume 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 duty duty أو duty duty أو duty gratitude 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 introduce 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 opportunity 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 produce 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 reduce 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 seduce 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 stupid 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 student 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 studio 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 tube 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 tuesday 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 tune 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 tune. زي ما خدتوا بالكم في الأمثلة بس مش بناخد اليو ك stupid، لا stupid stupid double o stupid. قلتش attitude، أنا قلت attitude attitude، ما قلتش introduce ما قلتش introduce، قلت introduce introduce introduce. ما قلتش produce ما قلتش produce، قلت produce produce produce. ما قلتش reduce قلت reduce 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 reduce. دي كانت بعض الأمثلة على بعض الكلمات، تعالوا نشوف بقى شوية أمثلة على الجمل. It's your duty to produce it by Tuesday. It's your duty to produce it by Tuesday. It's your duty to produce it by Tuesday. Those students like YouTube and iTunes. Those students like YouTube and iTunes. Those students like YouTube and iTunes. May I introduce you to my tutor? May I introduce you to my tutor. دي كانت حلقتنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا، وما تنساش تشوفوا الحلقات اللي فاتت لو على القناة، ولو عندك سؤال اكتبه لي تحت في الكومنتس، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. شكرا ليكم وباي باي.